سلام أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة المبتدئات مع أم رؤية، مع فكرة ذهبية جديدة تنفع الكثيرات والمبتدئات. أخواتي ما عندهمش فكرة على أسرار المكانة. اليوم جبت لكم القدم هذه الرائعة، تلقاوها دائما جي مصحوبة مع المكانة. هذه ثاني تستعمل، هذه اللي خاصة بالسنسور بالذات، هذه تاع المكنه الكبيره، وهذه اللي راهي قصيره كيما هكا تاع المكنات الصغار كيما تويوتا ولا كوبرا ولا هذوك المكنات الصغار تاع البيت. عندهم هذه القدم تاع السنسور كيما راكم تشوفوا، عندها جهتين، كي تعودوا في الجهه اليمنى تخيطوا بالجهه هذه، في الجهه اليسرى تخيطوا بهذه، وهذا هو اللي يتحكم في الجهه، هذا هو اللي يتحكم في الجهه اللي تحبوها. كي تحبوا تخدموا بالجهه هذه راكم ترجعوا هذا الجهه هذه وتزيروا، وكي تحبوا تخدموا بالجهه هذه ثاني تقلبوا وتزيروا، ثم تتحكموا بها بهذا. هذا بما يخص المكنات الصغار. اختاركش انا على بالي حيجوني اسئله عليها، على بها راني وريت الكبيره والصغيره. اما بما يخص المكانه الكبيره، دوك نركبها دركا هذا القدم ونخدم بها باش تشوفوا المميزات الرائعه لهذا القدم، تخدم بكل سهوله. انا خدمت معكم من قبل بالقدم هذه، كنت شريتها حتى انا للسنسور للقالون للقيطان للسفيفه ديك تاع الفلاشه تاع الافريشه اللي تجي خارجه هكا وخشينه، هذه تخدمها بزاف. وتخدم ثاني القالونات اللي فيهم السمسم وفيهم ليزيستراس، هذه تخيطهم طريقه جد رائعه، وكم اني درت لها افكار بهذا القدم. اليوم حنخدمه بهذه، اللي عندهم يتبعوا معايا. نجيب القدم بالطريقه هذه بالشكل هذا، بعد ما نكون نحينا القدم العاديه بالشكل هذا، وندخلوها بهذا الشكل هكا كيما راكم تشوفوا فيا هنا، ونزير البولونه هذه، نزيرها عادي بعد ما نزيرها دركا. حنوريكم كيف نتحكموا في الجهتين، عندنا فتحه في اليسار وفتحه في اليمين. كي نحبوا مثلا نخيطوا الجهه هذه تاع اليمين مثلا كيما راهي مقابلتني تاع اليمين، لازم نرجلو المكنه على الفتحه هذه، باه نرجلوها نجيو هنا للبولونه هذه ونقلبوا القدم تاعنا، الابره تاعنا مريقله بالشكل هذا على الجهه هذه اليمنى هكا، تبقى تقعد تطلع وتهبط بشكل مريح، ما تخبطش باش ما تخبطش البرا في الحديد. نزيروها مليح ونتاكدوا بلي الابره تاعنا راهي تطلع وتهبط بشكل طبيعي. نجيو هكا هنا للسنسور هنايا، نقلبوا على الجهه اللي من هي ونحطوه بالطريقه هذه هكا. شوفوا هنا القدم حتحصر هذا السنسور هذا القماش، وحتخيط لكم السنسور هذا كما راكم تشوفوا. بسم الله نبداو بونداي ونخيطوا. شوفوني كيف راني نخيط هنا، راهو السنسور هنايا، والقدم هذه راح تزيروا وحتخدموا بشكل مريح جدا لما تحكموا بالديزيتانجل وبلا ما تعقدوا. هذه طريقة ثانية نخدموها بالقدم هذه الرائعة اللي تجي دايما مصاحبة مع المكنة، سواء كانت المكنة الكبيرة هذه تاع العمل أو المكنات الصغار تاع المنزل. خي وريتكم القدم تاعهم جاية صغيرة قصيرة على هذه، كل مكنة وعندها القدم تاعها. دركا كملنا الجهه هذه، شوفوا معايا مليح. دركا نجيو للجهه اليسرى، شوفوا كيف خيطناها، خيطت
شوفوا تخيطت ما شاء الله، يجي السنسور يبان والقماش هكا ها كيما راكم تشوفوا. حابين دوكا نخيطوا الجهه هذه، نقلبوا القماش تاعنا باش نخيطوا الجهه هذه. واش لازم؟ لازم هذه الجهه تاع القدم، يعني نجيو هنا ونرخفوا بالشكل هذا ونريقلوا القدم تاعنا مع الإبرة هكا ونزيرو. نشوفوا بلي الإبرة تاعنا تطلع وتهبط بشكل عادي، ما تضربش في الحديد كيما راكم تشوفوها. نزيروها مليح ونجيو دوكا نخيطو الجهة الثانية تاع السنسور. هاد الطريقة طبقوها دائما مع السنسورات أو السحاب كيما راكم تقولو. خطرك جداد وجاوني أسئلة على السحاب، بغاو يفهمو الطريقة السهلة والبسيطة لتطبيق تاع السحاب. أنا اليوم نوريكم بيه مع هذا القدم الرائعة اللي تجي مصاحبة لأي مكان. يسمع راهي متواجدة تجي مع المكنة هذه، ولي ما جاتوش مع المكنة يروح يشريها، هي راهي كاينة وتتباع. أنا هذه جاتني مع المكنة وللأسف ما شفتهاش، كانت مخبية مع الحوايج، حتى رحت شريت القدم هذيك اللي قلتها لكم المرة اللي فاتت. هذه كي قاعدة نحوس في الحوايج لقيتها على بيها، درت لكم فيديو خاص بها الاخوات اللي جاوا من الحوايج تاع المكنه ما عندهمش فكره واش دير هذا القدم. هاني نكمل، شوفوا كيف تجينا النتيجه، شوفوا الجمال تاع السنسور كيفاش تخدم. جا بسم الله ما شاء الله. خيطناه بكل راحة، شوفوا كيف جا هايل. نخليكم على خير اخواتي، ما تنساوش نجام اللي تخلي قناتكم تبان في صفحة البحث، والى اللقاء ان شاء الله في فكرة اخرى ومع سر من اسرار المكنة اللي راح نعطيه لكم وتكتشفوه وتكتسبوه وتعودوا تخدموا به، ويوضح لكم المهنة هذه وتجيكم سهلة وتكتسبوها. إلى اللقاء أخواتي، وما تنساوش البارتاج مع الأهل والأصدقاء في جميع وسائل الاتصال بكل صدق وأمانة، ولكي يعم الخير على الجميع إن شاء الله. مع السلامة.